قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فاروق حسن من المعلمين الأوائل الذين ربطوا حياتهم بفنون عدة، لأن مهنة التعليم هي صياغة الحياة وتربية النشء على استقبال القادم بأدوات قادرة على حل ما استعصي من مستجداته. كانت مهنة التعليم لفاروق حسن مدخلا لعالم جميل هو الصحافة التي مارسها بنفس الشروط. وبين التعليم والصحافة كان الحس الموسيقي يعزف سيمفونية الوجه الأجمل. السلام عليكم ورحمة الله كل مشاهدي قناة الشروق، مساء جميل عليكم جميعا. ونحن اليوم نلتقي في الحلقة الثانية من الوجه الأجمل، وبصحبتنا كما رأينا في التقرير معلم ومربي جليل اختبرته دروب الحياة في مختلف مناحيها. وكما تعلمون جميعا فبلادنا تضج بكثير من الوجوه الجميلة التي نلتقيها في مختلف دروب الحياة، وتترك أثر الواضح والكبير علينا أينما ذهبنا. أهلا بك كثير أستاذ فاروق حسن محمد، ونسعد بوجودك معنا اليوم في الوجه الأجمل. شكرا جزيلا، وأنا سعيد أكثر أني أطل على من خلال قناة الشروق على المشاهدين. هذه القناة التي ولدت عملاقة، وأنا معجب بهذه القناة وكثيرا ما أشاهدها باستمرار. الميلاد والنشأة شهدت قرية في جنوب شندي، هي قرية جندتو، وولدت في هذه القرية وترعرعت وتعلمت أيضا المرحلة الابتدائية فيها، وهي قرية تطل على النيل وفيها المزارع والجناين، قرية جميلة. وهي أيضا قرية معروفة بمعلميها ومعلماتها زي رفاعة بالضبط، يعني يمكن سنة 70 إحنا لقينا 750 معلم ومعلمة من هذه القرية. تلونت بتراب السودان من أماكن عدة، بين سنجة والكرموك وسنار، كانت عدد من المراحل الدراسية وعدد من المعارف والأصدقاء والخبرات الحياتية أيضا. الحقيقة بعد ما أنهيت الدراسة في جندتو الصف الثالث، لأن المدرسة كانت صغرى آنذاك، ومشيت إلى سنار لأنه خالي كان صول بوليس سنار، وأكملت ما أكملت السنة الثالثة نفسها في سنار ونقل إلى كرمك. فذهبت بصحبته وأكملت المرحلة الابتدائية في الكرمك، وجيت عشان أمتحن في سنجة الأميرية الوسطى، لأنه من الكرمك إلى مدني ما في أي مدرسة وسطى، ولا في سنار نفسها ما كان موجود فيها مدرسة. فكل الممتحنين بيجوا يمتحنوا في سنجة الأميرية الوسطى، فجينا إحنا 41 تلميذ، وللأسف خذوني أنا لوحدي بس، ورجعوا الباقي في سنجة الأميرية. أنا يمكن عايزة أجي لرحلتك في مجال العمل الطوعي، ولكن قبل ذلك هناخد فاصل غنائي قصير مع الفنان أسهر دياب وبرفقة عازف البيانو محمد جزار. يا فتاتي أين شخصي وين رسمي غبتي عني، شخصك وين رسمي غبتي عني، إن ذكراك بقلبي يا حبيبتي هي حية مؤلماني الليلة الليلة محزناني، ما
فاروق ساقتك الأقدار وربما الاختيار أيضا في أن تسلك مجال العمل الصحفي. قبل أن نسترسل في هذا الجانب ونتعرف على أستاذ فاروق الصحفي المهموم بهم الشارع وهم المواطن وهم تطوير العمل الصحفي أيضا، نستمع إلى إفادة من صديق جمعتك بهذه التجربة أستاذ أحمد سهل مدير تحرير مجلة الجيل. أنا لما جيت نقلت لإدارة النشر التربوي كان الوزير دكتور محي الدين صابر كان عنده تطلعات أنه يعمل حركة ثقافية أشمل شوية، ولذلك عمل اجتماع وقال دايرين نطلع مجلة، عندكم مجلة للصبيان في المرحلة الأولية وعندكم مجلة للكبار الدارسين في حلقات نحو الأمية، نحن عاوزين نوسع الموضوع، عاوزين نطلع مجلة للطلبة في المرحلة الثانوية ونطلع مجلة للمعلمين عشان نكون غطينا الشغلانة كلها. الناس اتفقوا في الاجتماع أنه أنا أمسك رئيس تحرير المجلة اللي حتوجه للمرحلة الثانوية. أنا ابتديت أبحث عن سكرتير للتحرير تتوفر فيه الشروط المطلوبة، يعني يكون زول عنده ملكات فنية كثيرة ويكون عنده قدرة التعامل مع المطابع، عنده معرفة بالإخراج وبالتبويب وبالمسائل دي. فالحقيقة رشحوا لي أخو ولدنا فاروق حسن، قالوا في أستاذ فاروق حسن في معهد التربية في شندي ده رجل متعدد المواهب وفنان وخطاط ورسام وممكن يخرج العدد ويطلع الماكيت يعمل أي حاجة. أنا طلبت أنه فاروق حسن ينقلوه من معهد التربية شندي يجيبوه دار النشر التربوي، وجابوه دار النشر التربوي واستلم سكرتير تحرير لمجلة الصبيان، مجلة الجيل. مجلة الجيل هي بحكم أنها موجهة للمرحلة الثانوية طريقة إخراجها وطريقة ونوع المادة اللي بتنزل فيها مستواها طبعا أعلى من المادة اللي بتنزل في الصبيان أو بتنزل في مجلة الكبار أو في المجلات الأخرى. وفاروق حسن الحقيقة تجلى وأدى هذه المهمة أداء جيدا. نتحدث بداية عن دخولك للمجال الصحفي، كيف كان وكيف كانت البداية تحديدا في مجلة الجيل ومجلة الكبار أيضا؟ أولا انتدبوني عشان أكون سكرتير تحرير مجلة الكبار في وزارة التربية والتعليم، واستمريت في هذه المجلة لمدى عام تقريبا، ومن ثم أخذوني عشان ما أكون سكرتير لتحرير مجلة الجيل. جيت مع الأستاذ محمد أحمد سهل، وهذه المجلة كانت تخرجها وتصدرها وزارة التربية للطلاب في المرحلة الثانوية وجزء من المرحلة المتوسطة، ثقافة عامة يعني. واستطعت أن أقوم بدور السكرتير الصحفي. كانت ثقافة عامة ولكن تتناول أيضا مشاكل التعليم ومشاكل الطلبة كثير، وأيضا بنعمل لقاءات صحفية كثيرة، وأذكر من بينها واحد حوار مع كابتن طيارة الكابتن عمر عبد النور سليمان في ذلك الوقت، وكان 6 صفحات جميلات يعني على المواطنين. عملت حوار مع بحار أيضا، فعملت نشاط كويس في هذه المجلة اللي كانت مقروءة جدا بالنسبة للشباب، كانت مقروءة كثير يعني.
أهلا بكم من جديد، والوجه الأجمل بصحبة المعلم والمربي فاروق حسن محمد. عرفت بأنه تزامن انتدابك لليمن مع نشاطك الكبير كان بداخل عدد من المنظمات، نتحدث عن هذا الجانب. أولا كان المنظمة البريطانية سابقا سموها British Organization for Development، تغير اسمها فيما بعد للتعاون الدولي للتنمية، وأنا حضرت التغيير الاسم هناك يعني. فقدموا لوظيفة overseas
واحدة بس شاركوني في التقديم 16 معلم ومن مصريين لسوريين ويمنيين وعراقيين والوظيفة واحدة. فالحمد لله فزت أنا بالوظيفة هذه. وكان هذا الترشيح تقريبا في بداية الثمانينيات. بداية الثمانينيات واستطعت أن أعمل في هذا المشروع اللي هو مشروع بتاع تنمية مجتمع ومحو أمية وتعليم كبار. ربطته بدراستك المسبقة. بالضبط. واستطعت أن أقنع ناس المنظمة نفسهم بأنه بدل ما يفتحوا 50 فصل لمحو الأمية من أفضل أنه أنا أقوم لهم بتدريب مدربات لمحو الأمية. لما أدرب لهم 40 معلمة أو 40 طالبة من الثانوي فكأنما فتحت لي 40 مركز في اليمن. نعم. أستاذ فاروق، من الأشياء اللي لفتت نظري ربما وجود موهبة وهواية محببة لك ظلت مسيطرة على اهتماماتك بالرغم من كل المشاغل في مجال المهنة ومجال العمل التطوعي وهكذا. التحاقك بكلية الفنون التطبيقية وتخصصك في مجال الزخرفة تحديدا، يعني هذه كانت حتى المادة اللي قمت بتدريسها يعني بعد انتدابك لليمن. صحيح. ففي كلية الفنون الحقيقة كانت تأخذ المعلمين لمدة 2 سنين، الطلاب من السنوات لمدة 4 سنوات، لكن تجيهم معلم 2 سنين بيدوك الدبلوم. واستطعت أني أنا أتخصص في الخطوط والزخرفة، الخط العربي كله، الرقعة والسلس والديواني وخط النسخ، كل هذه الخطوط شيء ممتع جدا جدا وجميل، وايضا خط الزخرفه ممتعه. وتخرجت من كليه وهذا التخصص تحديدا اذا لم يجد الموهبه في المقام الاول أكيد. لا تنفع معه الدراسه. لا لا لا، أنا بالاول هم يمتحنوك لما تجي في كليه الفنون تقدم لها. اول حاجه يمتحنوك رسم نفس، اول حاجه تاكدوا ان عندك موهبه حتى بعد ذاك ياخذوك. اذا بعد انتدابك تخصصت في تدريس الفنون والزخرفة والخط العربي. نعم. واستطعت أن أدرس هذه المادة في مدرسة آزال في اليمن لمدى 3 سنوات، وفي معهد الشوكاني لإعداد المعلمين في اليمن أيضا لمدى 3 سنوات أخرى. كنت بدرس المادة بتاعت التربية الفنية وأدرس مادة طريقة عن تدريس التربية الفنية. فضلت أن تأخذ المعاش الاختياري في أواخر الثمانينيات، وربما هذا القرار وراءه شيء محدد ومواقف كانت تختزل الذاكرة، يعني معاش اختياري في وقت أنت كنت في قمة عطائك. والله الحقيقة المعاش الاختياري أنا مشيت لمدى 5 سنوات في اليمن، فارتحت لليمن كثير يعني وللشعب اليمني، ولا وشعرت بأنه ما كفاية 5 سنين في اليمن، وهذه مدة الإعارة طبعا. أيوة انتهت. لكن أول ما رجعت لقيت أنه ممكن الواحد 25 سنة يأخذ معاش اختياري، أخذت المعاش الاختياري ورجعت إلى اليمن طوالي. ظللت فيها لعدد من السنوات، أيضا استطعت في أن تنجز كثير من الأشياء على مستوى العمل الطوعي ومجال التعليم أيضا. بالضبط. في اليمن الحقيقة يعني اشتغلت في منظمتين زي ما قلت لك، المنظمة الأولى هي المنظمة البريطانية دي اللي هي التعاون الدولي للتنمية بقت، والمشروع لمدة 2 سنين. نعم. بعده اشتغلت مع السويس ريد كروس لمدة 1 سنة، هذا المشروع أيضا هو لدعم الفقراء في اليمن في كل المجالات يعني، ومن ضمنها ما نشوفه نحن حناخدها طبعا بشيء من التفصيل في معرض الصور بعد أن نقوم بافتتاحه. أنا يمكن عايزة أجي لجانب آخر من جوانب حياة أستاذ فاروق، علاقته بأصدقائه بأقاربه بأبنائه. وقبل أن نتحدث عن هذا الجانب لدينا إفادة من أستاذ خليفة عبد خليفة وهو جارك العزيز المقرب، نستمع له. الأخ فاروق زها فترة يعني تجاوزت 4 سنوات، وكان أخ طيب يعني وأخ خدوم،
وأخو اجتماعي ومشارك في جميع النواحي الاجتماعية التي حصلت في هذا الحي. أيضا يعني ربنا حباه بأبناء يعني خدومين، بأبناء اجتماعيين، بأبناء مشاركين في جميع الأشياء التي يعني حصلت في هذا الحي. ويمكن يشهد لهم الناس في الهجمة بتاعت الأمطار والسيول اللي حصلت خلال العام الماضي، فهم يعني شاركوا مشاركة إيجابية جدا جدا فيها، وكانوا يعني يغيظين في إنه الناس ما تتأثر بكمية المياه والسيول والأمطار التي يعني حصلت في هذا الحي، وشاركوا مشاركة إيجابية فيها، ويعني حتى هم ما صبروا لغاية ما تجي العربات اللي كانت بتشيل المويه، فهم كانوا يعني موزعين مع شباب الحي في إنه لازم يعني ينقذوا هذا الحي وهذه المربعات من هجمة الأمطار والسيول اللي حصلت خلال الخريف الماضي. أخونا فاروق يعني برضو يعني زي ما قلت لك هنا رجل اجتماعي، فشارك معنا يعني مشاركة إيجابية في جميع النواحي يعني التي حصلت في الحي. ويعني عندنا افطارات جماعية هنا في رمضان برضو يعني كان مشارك معنا مشاركة إيجابية فيها خالص. المناسبات اللي حصلت يعني سواء كان مكروه أو فرح، فهو يعني كان نعم الأخ وعنده أفكار نيرة جدا جدا جدا، ونحن كنا دائما يعني بنستفيد من هذه الأفكار، ويعني نحن بنعتبر دي نعمة من نعم الله علينا في هذا المربع إنه أنعم علينا بأخونا الأستاذ فاروق. إذن كانت هذه إفادة من أستاذ خليفة عبد خليفة، وهو رفيق الدرب والمجال أيضا المهني، يعني هو أيضا أستاذ يعمل بالتعليم. الحقيقة الأستاذ خليفة هو موظف أيضا وهو جاري، لأنه أنا من جيت الفيحاء تميت 4 سنوات، فظل هو من أحد جيراني وأصدقائي وأولاده أيضا أصدقاء لأولادي وأسرتهم صديقة لأسرتنا. التأثير والتأثر بالمحيط والجيران والأهل بشكل طبيعة حياتك، يعني نحن في وقت من الأوقات زمان قولك الجار بيربي معاك، الجار بيكون معه ابنك وإنت بتكون مطمئن تماما. كلمنا عن العلاقة الحميمة اللي بتجمعنا بجيراننا، كيف كان أثر عليك أنت تحديدا يعني مع كل رفقائك اللي زامنتهم في وقت من الأوقات؟ والله الجير شيء أساسي بالنسبة للإنسان، يعني في السودان يقول لك الجار قبل الدار، ودي حقيقة يعني مسألة ما لا مفر منها، لأنه يمكن جارك يفقدك قبل أخوك أو قبل أي زول، قد يكون أخوك بعيد وأهلك بعيدين لكن جارك هو اللصيق بك. ولذلك من المهم جدا إنه الإنسان يكون عنده علاقة وطيدة جدا جدا مع جيرانه، لأنه علاقة الجوار هي كأنها علاقة الأهل واحد، نفس العملية، بل أحيانا تكون أقوى. الجار لما يكون متفهمك وأهواءكم وميولكم ورغباتكم متفقة، وأيضا أفكاركم وأراءكم متفقة، هذا هو الجار المطلوب فعلا يعني. أستاذ فاروق، إذا كان الحديث يعبر عن النفس كثيرا، فالصورة تعبر 1000 مرة عن كثير من الأشياء. نحن عايزين نتحرك إلى معرض الصور الخاص بك، نستعرض أيضا كثير من المحطات الحياتية اللي كان فيها كثير من الخبرات اللي جمعتك بعدد من الأصدقاء، ربما عدد من المنظمات التي عملت فيها. تفضل.
الآن أستاذ فاروق نفتتح المعرض الخاص بصورك، تفضل. شكرا، شكرا يا أميرة. شكرا حبيبي، شكرا لك، شكرا جزيلا. تفضل الصورة الأولى. وطبعا طالما سنوات قاربت 20 عاما في اليمن، فبالتأكيد معظم المحطات المهمة كانت هناك. الصورة هذه في اليمن، هذه الصورة كنت أعمل مع السويس ريد كروس، الصليب الأحمر السويسري في اليمن، وكان عندهم مشروع لدعم فقراء الصيادين المتضررين من حرب الخليج في اليمن. وهذه منطقة ميدي، الميدي دي على ساحل البحر الأحمر، وهي على الحدود بين السعودية وبين اليمن. حاولتم تأمين بعض المشاريع ربما التنموية اللي استطيعوا أن يعتمدوا عليها كل المتضررين من الحرب؟ بالضبط، من أول هذه المشاريع هذا الهوري، هوري طوله 11 متر لستة من الصيادين المتضررين من حرب الخليج، وجوا فعلا بأسرهم، وكانوا كل واحد يعيش في كوتج واحد هو وأسرته كلها وأطفاله وأولاده، وكانوا تعبانين فعلا يعني. استطاعوا أن يؤمنوا سبل للعيش يعني. فلمن أيوة عملنا لهم هذا الهوري، استطاعوا إنه يمشوا يصطادوا ويجوا بالأسماك ويجيبوا دخل، ودخلهم بقى أحسن مني أنا نفسي. انعكست مباشرة على حياتهم يعني. ولما رجعت بعد سنة رجعت ومشيت لزرت منطقة ميدي، لقيت هؤلاء الصيادين الستة كل واحد بنى بيت. فهذه قيمة السعادة في إن الإنسان يشوف مشروع نفذه ويشوف أثره على أرض الواقع. هذه الصورة على الحدود التشادية السودانية، هذه الصورة على هذا اسمه خور الوسطاني في مجر على الحدود التشادية السودانية. مجر دي نحن ما قدرنا نصل إليه من نيالة بالهليكوبتر مع الألمان. يبدو أنه الأجواء خريفية يعني، وشينا فعلا في فترة الخريف. وهذا مدير المنظمة الألمانية معي، ومشينا فعلا عبرنا هذا الخور، لأنه وقفنا سياراتنا من هنا، ما قدرت السيارات تمشي. والغرض من مشيتنا إنه ماشيين عشان نشوف الموبايل كلينكس، 3 قوافل صحية متنقلة أنشاها الألمان، وهي ما زالت مستمرة في كل موبايل كلينك بتغطي كم قرية تابعة للهلال الأحمر. وانا لما مشيت مخصوص مشيت لافتتاح مركز بنوه الالمان في مجر نفسها. جدير بالذكر انه انت كنت مسؤول عن الولايات في الهلال الاحمر السوداني، كنت منسق شؤون الولايات، واستطعت من خلال وجودي لمدى 2 و3 شهور قبل ما يقول لي اوفريتش، استطعت ان ازور اكثر من 20 ولاية في السودان. ما شاء الله. ننتقل لهذه الصورة الرابعة. هذا هو الهوري بتاع اليمنيين اللي قلت لك، بداية البنيان بتاعه يعني المركب. وفعلا هذا الدكتور اسمه دكتور عمر، ده قبل أن ينفذ بالكامل. قبل يعني ما ينفذ بالكامل يعني. هذه الصورة أيضا هذه مع مجموعة تابعة لوحدة المنظمات. أيوة، مع نفس المدير بتاع المنظمة الألمانية، وأنا كنت برافق الألمان في كل أنحاء السودان، ومشيت معه لمنطقة جوز رجب. وجوز رجب دي التقينا هناك ايضا بالسفير الالماني جه هناك، ومنطقه جوز رجب كانت فقيره ما فيها لا صحه لا تعليم لا اي شيء. وفعلا بعد ما رجعنا وزرنا المنطقه، السفير الالماني قال لي تفتكر نعمل للناس شنو؟ قلت له يا اخي كلام ترجمته لي بالانجليزي. قالوا إذا جاءك جائع لا تطعمه سمكا، علمه كيف يصطاد السمك. قال لي طوال تقصد نبني مدرسة؟ قلت لي بالضبط. وفعلا قاموا بنوا مدرسة الألمان في جوز رجب، ولعلها تذكر العملية جميلة. الصورة الأخيرة أيضا بتحمل ذكرى عملك بوزارة الثقافة اليمنية. هذه الصورة أنا أخذها مني في باب وزارة الثقافة اليمنية في المكتب بتاعي يعني، كنت مدير تحرير هذه المجلة.
واستطعت خلال عام واحد أن أطلع لهم 12 عدد كل شهر بطلع عدد. من قبل كان بيظهروا 3 و4 عدد في السنة. أنا أخذت هي مجلة كانت معنية فقط بأمور الثقافة. بأمور الثقافة. مجلة الثقافة ومجلتين، مجلة في اليمن في عدن ومجلة الثقافة في صنعاء. فبعد ما توحد اليمن أصبحت مجلة واحدة للثقافة في وزارة الثقافة اليمنية، وجابونا أنا كنت مدير تحريرها ورئيس تحرير اسمه عبد الحفيظ النهاري. واستطعت في هذه المجلة أن أقدم الكثير. هذه الصور طبعا يعني اختزال لمحطات حياتية كثيرة وغير الكثير الكثير والجميل أيضا. إذن الوجه الأجمل مع أستاذ فاروق حسن محمد بعد الفاصل. Oh,
اللعبة برودي نامت الأزهار فوق خدودي غرد القصور فوق عمودي والنفوس ما تعدت حدودي ما عرفنا عدود من ودودي بس أنا المقسوم لي أهلا بكم من جديد وبنشكر الفنان أزهر دياب وعازف البيانو محمد جزار ويتواصل حوارنا مع أستاذنا الجليل والمربي أستاذ فاروق حسن محمد ويمكن عايزين نتطرق للجوانب الأسرية قليلا الزوجة وتجربة طويلة سنوات مليئة بالحميمية بينك وبين الزوجة والأبناء وأطراف الأسرة جماعة إيمان بكثير من القيم وكثير من الفضائل وإيمان بأهمية العمل أيضا يا ريت تكلمنا عن هذا الجانب الأسري والله في الحقيقة يعني أولا أنا أرسلت إلى أسرتي وجوني في اليمن وأمضينا فترة طويلة هناك 20 سنة تقريبا لكن هم اللي وجوني عدوا معي أكثر من 10 سنوات أو 12 سنة وأجبرتنا ظروف وجودنا في اليمن أبنائي لأنه كانوا دخلوا الجامعات لغاية ما يتخرجوا حتى رجعت إلى السودان مجرد ما انتهوا من الجامعات رجعت إلى السودان لكن للأسف زوجتي رجعت مشلولة لأنه حصل لها شيء في الدماغ هناك جلطة وجبناها على كرسي وأمضت عام وتوفيت رحمة الله عليها ورحمه الله ورحمة واسعة ولكن بعد مرور عامين
تزوجت بابنة خالتي أيضا معلمة في شرق الجزيرة وهي مريم عبد الله حامد، والآن أنا معها ومع أولادي في البيت ونحن سعيدين جدا والحمد لله. هذه العلاقة الحميمة اللي جعلت من علاقة الأب بأبنائي أقرب إلى الصداقة والأخوة والصراحة المطلقة في التعامل. نحن لدينا إفادة من كريمتك نسرين حنستمع له، وأيضا من أحد أخوانك الطيب حسن محمد، نستمع لإفادتهم ونواصل حوارنا. الأخ فاروق يعتبر، لا يعتبر الأخ بل نعتبره جميعا في الأسرة هو الأب، لأنه تحمل تركة مثقلة بعد وفاة الوالد، وكان يعاملنا وحتى الآن معاملة الأخ ومعاملة الأب، فتحمل أعباء هذه الأسرة بل تحمل أيضا أبناء الخالات وأبناء العمات في ذلك الوقت، وآثر على نفسه ألا يذهب بعيدا في العلم ليلتحق بركب المعلمين ليلحق هذه الأسرة. طبعا الوالد يعني لما كنا هنا قبل ما نمشي اليمن يعني مدينا حريتنا الكاملة في إنه نزور صحباتنا يجون في البيت، يعني كان مدينا حريتنا كاملة. حتى برضو بعد ما مشينا اليمن هناك يعني علاقتنا برضو بالسودانيين هناك كانت كبيرة جدا، وكان الوالد بيشجعنا على الحاجة دي يعني، ودائما كان بنعمل هناك رحال وحاجات زي دي، والوالد برضو كان بيشجعنا انها يعني ما بيرفض لنا حاجة زي دي. إذا حميمية الأشياء القريبة من النفس لا تكون فقط مع الأقرباء، تكون مع العمل، تكون مع الإخلاص في تحقيق كل القيم التي نؤمن بها. أستاذ أسهر لديك أيضا اهتمامات بال أستاذ عفوا فاروق. معلش أستاذ فاروق. أيوة. أستاذ فاروق لديك اهتمامات فنية، وعرفنا بأنك تعزف على العود والأبناء أيضا بيعزفوا على عدد من الآلات الموسيقية. هذا صحيح، والحقيقة أني أنا من الستينات تعلمت العود، وكان الأستاذ الطيب عبد الله هو سبب في المسألة دي، لأنه كان معانا في محل التربية شندي، وكنا هو كان في سادسة وأنا كنت في خامسة، وذكر العميد كان الطاهر شبيكة بيجي جاري الساعة 2 بالليل يقول لنا يا أولاد أمشوا نوموا، نكفل الطيب عبد الله ونبتدي نغني. من ذلك الوقت يعني أصبحت هواية العود عندي، تعلمت العود وأصبحت مولع به، وملكت نفس المهارة اللي عندي لأبنائي من بعدي الموسيقى بشكل عام. نعم. لأنه تفنن في آلات موسيقية مختلفة. أيوة، لما جاء صنع اشتريت لهم أورغن، جو من صنع السودان اشتريت لهم أورغن كبير رولاند 2000 كمان، حسي شغالين بيهم كويس جدا جدا، وبيعزفوا عود كلهم وبيعزفوا أورغن. أنت ليس ببعيد أيضا من الاهتمامات الرياضية، وفي وقت من الأوقات لعبت كرة القدم. صحيح. هذا من كنا شباب يعني، فكنا بنلعب في منتخب بخت الرضا ضد منتخب الدويم، أندية الدويم كلها، وكنا بنغلب منتخب أندية الدويم. وعلى ما أذكر إنه أنا كنت بلعب في النص في كرة القدم، ويميني لاعبين من الهلال معروفين يعني، فاستمرت في كرة القدم فترة طويلة يعني. ماجد وإمام كانوا شمالي ويميني. في ختام حديثنا يمكن ونحن تدرجنا في كل هذه المحطات الحياتية والعملية، لديك حديث أحببت أن تقوله عن رفقاء جمعتك بهم المهنة في وزارة الثقافة وفي العمل بمجلة الثقافة التي تصدر من وزارة الثقافة اليمنية؟ أولاً أول ما أنا مشيت اليمن الحقيقة وأنا معلم لمدى 5 سنوات معار، كنت بكتب في كل الصحف اليمنية. لما رجعت اليمن عملت في صحيفة الميثاق اللي هي لسان حال المؤتمر الشعبي العام حزب الحزب الحاكم في اليمن. نعم. وبعدها اشتغلت في صحيفة المسار،
وأيضا المدار أيضا عملت بها. المدار أسستها مع صاحبها، أخذني عشان أسس معاه صحيفة المدار، وأخذوني عشان ما أكون مدير لتحرير مجلة الثقافة اليمنية، وبعد ما عديت فيها سنة وطلعت منها 12 عدد أخذوني عشان أسس مجلة أخرى في وزارة المواصلات والاتصالات، وهي مجلة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وهي مجلة تهتم بالجديد في عالم المعرفة بالنسبة للشباب. وأفتكر هذه المجلة نجحت نجاحا كبيرا وأصبحت هي المجلة الموجودة في البلد. أنت نموذج لدبلوماسية شعبية جمعت بين الشعبين منذ القديم. حميمية العلاقة كانت تربط بينهم بمختلف الأصعدة والمجالات. إحنا بنشكرك كثير أستاذ فاروق على وجودك معنا اليوم في الوجه الأجمل، وفعلا استطعنا أن نتبين الوجه الأجمل. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل مع وجه أجمل جديد من بلادنا. في رعاية الله.